مسائل الثلاثة. دري مسائل. المسألة الأولى، الله سبحانه وتعالى لابد أن يفرد بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات. أولا أي مسألة ذلك الله رب العالمين توحيد ألوهية ربوبية أسماء وصفات كي يوازي وقرأ الشيء. توحيد الربوبية والأسماء والصفات، هذه المسألة الأولى. مسألة الأولى توحيد الربوبية أو أسماء وصفات بديك يوازي وقرأ الشيء. نعم. المسألة الثانية أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يفرد بالعبادة. دوما مسألة ذلك لازم الله رب العالمين عبادتك يوازي وقر الشيء. فالله سبحانه لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان في عبادته. الله رب العالمين بدي نخش عليك بدي نرازك جهز يا وشيدا غسر عبادتك شريك شكاغة هر سوق بي بمخلوقاتك نبي أو والي أو جني أو صالح أو ملك كنبي بي كولي بي كبيري بي كملائكة بي كصالح ونك عمل إنسان بي. المسألة الثالثة، البراءة من الشرك على المسلم لابد يتميز عن المشركين. دريما مسألة ده شرك وده مشركين وبراءة ده مسلمان بايد ده مشركين وفمنسك فرقه كي يا المسلم يبرأ من الشرك وأهله بالقلب، يعني يعتقد أن كل ما على الكفار كفر وضلال. مسلمان بايد بخبز زلبا عندي ده غي سرا فرقه كي خبز زلكي تصديق ده ديوه كي يرى كافر كم كارونا كي ده كافر دي يتبرأ بلسانه يقول وما أنا من المشركين. أم ده غرنج براءة تزنج بزلا حاسلي ده غرنج بجيبة بحاسلي وده بوجه زد المشركين ولا نيمة. يتبرأ بالجوارح لا يشارك الكفار في أعيادهم في احتفالاتهم في طقوسهم. بخبلوا أن دامونه باندي بهم خي براءة إظهار بكي لك مثلا داغوي احتفالونه واخترونه أو نور داسي مذهبي كارون زبنا حازريجي. يفي للكفار بالعهود لا يتعرض لهم بالقتل أو بالسب أو بأخذ الأموال. الكفار سرج كم وعدي شوي دي غبا غبا عندي بوفاك إن ذا شيء بكنزلي كي داغوي مالونا بأخلي أغوي بوجني. يدعوهم إلى الله. الله رب العالمين ترفت بدعوة وركي. ينصح لهم. نصيحة بورتكي. يقول أنتم إذا متم على ما أنتم عليه فأنتم في النار خالدين فيها أبدا. نسأل الله السلام. دا بورتوي تاسو كداغي كفر حالتك شرط منشوي نتاسو بجهنم تزي وجهنم كبه همشة دفاري الله رب العالمين نبنا ورد. ونحن والله نريد لكم الخير أن تدخلوا في الدين محمد عليه الصلاة والسلام. ومونك ستاسو دفار خير ورد وتاسو محمد صلى الله عليه وسلم دين ترابلو. المسلم لا يغش الكفار. مسلمان دا كافر وسردوك نكي. ينصح لهم لكن يتميز عنهم والله أعلم. نصيحة ورتكي لكن فرقهم داغي أو دا كافر فمنزكي والله أعلم.